بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحلقة بتاعتنا النهاردة معانا كادر رقم 12. احنا جايبين النهاردة اللون النحاسي. طبعا احنا كنا عملنا في الحلقة اللي قبل كده باللون الذهبي، وعملنا حلقة باللون الفضي. النهاردة هنعمل لكم حلقة باللون النحاسي. طبعا احنا جبنا اللون النحاسي اهو. طبعا قبل ما نشتغل بيه لازم ايه، نقلبه كده جامد قوي، بالذات النوعية النحاسية غير الذهبي. النوع ده لازم يتقلب جامد، وفي نفس الوقت لازم يكون مصنفر الكادر زي ما انا مصنفره حاليا. بصنفره قلنا مثلا 120، بعد كده بندعمه في الاخر بصنفره 320، وممكن صنفره 400. ده بيعمل لي نعومه في الكادر، بيموت لي اي بروز عادي ولا اي صنف حاجه، وبشيل اي حاجه من ايه، من ستيكر موجود تمام، وبصنفره وبخليه واجهزه وبطهره وكل حاجه. وطبعا احنا جايبين برضو النحاسي ده لازم يقلبه جامد، وفي نفس الوقت احنا هندهنه دلوقتي. وطبعا اللي عايز يعمله ورنيش يجيب له مثلا علبة اسبرين رش او مثلا ويدهنه. اهم حاجة انه ما يعملش في نفس اليوم تمام، لازم يعمله اليوم اللي بعدين. ده اللون النحاسي اللي معانا، هنجربه كده ورب ايه يعجبكم اللون. فاحنا طبعا احنا بنجيب بره عشان ايه، نبين ان كل حاجه نعملها. انا برضو بدي وش واحد، وطبعا الفرشه بتفرد معايا. طبعا انا طبعا بفرش اهو. هو اللون برضو جميل قوي. اللي عايز يعمل ورنيش يعمله، بس ايه، ما ينفعش ايه في نفس الوقت اللي احنا بنعمله حاليا دلوقتي، ليه؟ يبقى فيه رطوبه الدهان نفسه. واحنا عايزين ايه، انا بفرق كده حتى اللون بتاعه لون جميل جدا، لون نحاسي. انا بدي وش واحد، ما بديش ايه وشين، عشان ما ايه ما يحصلش كلكعه كده. لو عايز ادي وش تاني بديه تاني يوم، ما بديهوش برضه في نفس الوقت، ان انا عايز ايه يبقى ايه السائل ايه اللي تحتيه ناشف، عشان ما اقدرش اديله وشين عشان ما يحصلش ايه تسييل. وحتى لما بدهن بالفرشه، الميزه اللي فيه بيبين ان كانه مشوش، يعني مثلا اللون النحاسي لون رائع جدا. فانا بص، انا حتى بص انا مصنفر الجزء الاسفل. طبعا ما فيش اي حاجه بروز ولا حاجه، ان انا بنعم الكادر بالصنفره اللي هو اخر وش في الصنفره، اللي هو الايه قلنا اللي كان 320 او 400. 400 انعم، كل ما بيزيد اعلى لفوق بيزيد النعومه تمام، وكل ما بيقل مثلا برضو تحت برضو ال 180 خشنه، ال 120 اخشن تمام. الكاميرا طبعا باينه معايا وانا بصور، حتى اللون بتاعه حتى باين حلو. انا بخلص الجزء الوش كله حتى الناحيه دي، بعد كده ابتدي اقلبه الناحيه الثانيه واشتغل كده. وممكن امسك كده عشان اخلص جزء جزء، عشان ابقى مالك ان انا ايه خلصت، عشان ما عادش ايه. طب اهم حاجه اركز عند حته ايه التسييل. انا بجيب الفرشه كده بتموت معايا اصلا، واجي هنا في الجوز برضو اخد الايه التلات مواسير دول، حتى لون جميل برضو اللي هو اللون النحاسي. وانا بديله وش واحد، ما بكترش تاني عشان ما يبقاش مكلكع ويظهر لي ايه مش حلو. وفي نفس الوقت انا بدي وش واحد، في نفس الوقت بيبان ان هو مغشوش تمام، في تجزئات وعامل زي شغل رائع جدا جدا من اللون ده كمان. واللي عايز يعمل ورنيش يعمله، اصلا لما بيشد ويقفش في كده بيبقى ايه جامد. طب انا هحاول الف بس المنطقه دي كده، الحته دي كان هنا فيها عيب وانا معجنها. وممكن بعد ما نخلص خالص، اللي عايز يعمل ورنيش ستيكر
يعمل، عايز يخليها برضه على طبيعته. وممكن طبعا ده واحد بيكتب مثلا نظام ستيكر اللي هو بالليزر، اي اسم اي لون يبقى شكله جميل ورائع جدا كمان احلى. والاستيكر بتاعهم يعني بتاع اللي هو الليزر ده كمان بيقوم بيخططوه بيلزق 100 100، واي كلمة او اي حرف حروف انت عايز تعملها على العجلة بتعملها، حتى لو عايز تعمل اسمك يكتبه بالانجليزي برضه برضه زي ما انت عايزه، بشكل برضه رائع جدا. اركز عندها قوي، انا خلاص انا على الكادر هو كله في نفس الوقت، يعني الشغل كله في الكادر. وفي نفس الوقت انا لما باجي اعمل الكادر بخلص الكادر الاول، وفي الشغل والفرش ما بياخدش ايه حاجه. وفي نفس الوقت انا العلبه دي بتعمل كذا، انا ما بستهلكش يعني، انا مثلا انا دهنت اهو والعلبه برضه لسه مليانه معايا، بيخلص كل سهولة، إن الفرشة بتاعتها بتفرد. طبعا أنا بركز قوي عند الحتة اللي الجوانب دي بالذات، مش عايز حتة يبقى ناقصة، أنا عايز أعملها وأوريك بعد كده بعملها. كل واحد بقى إيه حول، بس أنا قلت أوصل أو أجيب لكم اللون النحاسي إنه حلو، أما حاجة يجيب لي فرشة ما يجيبش إيدي وأنا بدهن التصوير بالذات. اركز كمان عند الحته اللي هنا دي الداخليه دي بالذات عشان ما اسيبش اي ايه. كده امسك مقاس المنطقه دي هنا لون جميل جدا، وفي نفس الوقت اللي يشوفه يقول مرشوش، عمره ما توقع ان هو ايه معمول بفرشه. انا بدي وش واحد ولما بينشف بيقفش جامد، اللي هو النوايا دي بالذات والنوايا اللي هي الذهبي. انا بلف الناحية التانية انا كده شكله جميل جدا، كل ما بيخلص بيبان. لازم اركز عن كل حته، واي حته الام سيئه برضه بمركز عندها برضه. لون حلو قوي. طبعا الاستقرات بقى الاشكالات الالوانات اللي انتوا بتعملوها اركز في الحته دي الجانبيه بالذات دي، وهنا اهم حاجه بقى يبين وانا دهن. حته الاطراف اللي دي سهله، لون جميل جدا. طبعا انا هجيب الفرش، ارقى بقى قبل ما اجيب الفرش اتاكد بس ايه في حاجه مسيره لحاجه ان انا يعتبر بلحقه يعني اعدله كده، واركز عند الحته دي كده زي ما انا عاملها كده. حتى باين اهو 10 10، هنجيب الفرش دلوقتي نوقف نجيب الفرش. احنا كده جبنا الفرش عشان نديله برضو، واهم حاجة طبعا انا بجيب الجزء العادي كده. اللون النحاسي ده رائع جدا جدا، الوانات حلوة النوعية اللي هي الذهبي والفضي والنحاسي. عشان كده ايه جبنا لكم النحاسي النبادي.
برضو عشان ايه نوريكم نظام الدهان ازاي برضو بأسهل طريقة، اللي هو ايه الفرشة. عارفين في رش، ان شاء الله برضو هنعمل لكم حلقات برش بكمبروسر اللي هو الدوكو برضو، وهنحاول نجيب دوكو برضو اللي هو الذهبي والفضي، ونحاول نجيب الالوانات اللي هي ايه الامتلك اللي بتدي لمعان رائع جدا. ان شاء الله برضه هنجيبها وطبعا نعملها لكم باذن الله وتعجبكم. شوف انا بعمل وش واحد كانه انا رش، يعني الدهان ده بالذات. العلبة دي طبعا تتباع من 36 37 جنيه بالظبط. وبتعمل كذا عجلة، يعني بتستهلكش بويا كتير. أنا بدي وش واحد عشان ما يحصلش كلكعة، وفي نفس الوقت بيبان إن أنا كأنه مرشوش، ما يبانش إن أنا عامله فرشة. وشغال بفرشة ناعمة، يعني أنا الخشنة ما بشغلش بيها، أنا ما عنديش إلا خشنة. ينفع؟ آه تقدر غلط برضه. يبقى انا مستهلكتش ايه، بيشوفه متوقعش ان هو ايه معمول بفرشة، ومستهلكتش بالعلبة حاجة كمان. انا قلت هجيب لكم برضو النحاسي، قلت يعجبكم اللي انتوا تعملوه. اللي عايز يرش مثلا عشان يدي لمعان اكتر يجيب اللي هو الورنيش الشفاف، بس ما ينفعش ان انا ايه ان انا ارشه كده واجي بعد ساعه ارشه. تمام، هو بينشف، هو ساعه ليه مسك جامد من 10 ل 10، بس طبعا النظام عشان ارش لازم اعدي عليه يوم كامل، ما ينفعش ان ارش وقت ليه عشان يبقى الايه الدهان واخد لسه فيه رطوبه. انا عايز الدهان الرطوبه بتاعته ايه تنتهي، يبقى فيه نشفان، وترش وش خفيف وش بلمعان. برضو ده بيتعمل في نظام الذهبي والفضي. والنحاسي طبعا احنا كده الفرش كان حلوه معايا اهو 100 100، ونلف الكتف برضو باينين هما الاتنين مع بعض اهو. ويا ريت الحلقة دي تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.